حتى هنا على أرضية ميدان المرموم. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوطنا الثالث والعشرون الذي خصص للبكار المهجنات الأصايل. مع هذه الانطلاقات والتحديات شعارات أبناء القبائل وأبناء الخليج الحاضرين في المرموم انطلاقاتنا في صباح هذا اليوم، يوم اللقاية، يوم المفاجآت. أتقدم مباشرة مع هذه المراكز، أتقدم مع المركز الأول وتابع الصدارة والمقدمة. هذه ظن سهيل بن سليم بالأسود العامري يتقدم على المركز الأول ويقدم ظن على الصدارة والمقدمة. المركز الثاني شعار سعيد بن عبيد الحميدي القادم على المركز الثاني. يتقدم المركز الثالث الظبي قادم لحمد بن عوض بن زيتون المهيري القادم مع الظبي في هذه اللحظات. المركز الرابع اللي وصلت مرضية لمحمد بن طارش بالقوبع الحميدي قادم على المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول من شوشرة القادمة شوشرة لمحمد بن حمال بن سالم الكتبي. وسادس المراكز القادمة عذاب لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. المركز السابع الوصول من ند القادمة لسالم بن سعيد بن منانة الكتبي. وثامن المراكز شخصية قادمة لعبد الله بن سعيد بن علي الكتبي يتقدم ويقدم شخصية على المركز الثامن. المركز التاسع الوصول من مزعل لحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. وعاشر المراكز اللي وصلت شواهين لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة مشاهدينا متابعينا الكرام أمام شاشات دبي ريسنج. نعود إلى الصدارة والمقدمة، عودة إلى شعار بالأسود العامري من يتقدم مع ظن سهيل بن سليم بالأسود العامري يقدم ظن على المركز الأول. المركز الثاني غازية قادمة غازية لسعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري قادم مع غازية على المركز الثاني. الثالث عن بن زيتون قادم مع الظبي حمد بن عوض بن زيتون المهيري القادم في هذه اللحظات. المركز الرابع شوشرة لمحمد بن حماد بن سالم الكتبي يتقدم على المركز الرابع. والمركز الخامس نتابع مرضية لمحمد بن طارش بالقوبع الحميري قادمة ولكن الأسماء القادمة هذه مزعلة حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري قادمة وبن مرخان مع نبا قادمة. محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يتقدم وشعار حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير يتقدم مع روعة. أول ندى لروعة المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن هنا القادمة ند لسالم بن سعيد بن منانة قادم ومن الجانب الآخر شعار بالقوم على ما أظن القادم في هذه اللحظة يتقدم مع انطلاقة هذه القادمة. سلمى قادم محمد بن هلال بن سعيد العفاري قادم وشعار القادم بن غويث مع حفلة
سلطان بن سيف بن مبارك بن غويث آل كتبي قادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز مع ندان الثاني لهذه الأسماء لهذه الشعارات، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى المركز الأول، إلى من غيرت، إلى من قادت هذا الشوط. هذا الشوط غازية 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 سعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري مع غازية، ولكن من الجانب الآخر الكيد الأخير سهيل بن سليم بالأسود العامري يأتي مع ظن، مع ظن القادمة، ظن روعة حمدان، روعة حمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير التبي قادم مع روعة من مرغم، قادم من مرغم، قادم شوشرة محمد بن حماد بن سالم الكتبي. يلا يا بن حماد، يلا يا بن حماد، بن يريو، بن يريو، بن مرخان، وكذلك بن زيتون، وبن غويث، والعفاري محمد بن هلال بن سعيد العفاري قادم، ومن القادم وصلت وصل وصل شعار بالدليل، بالدليل، لكن اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه، الى اهل الخوانيج، الى اهل الخوانيج على المركز الاول. غازية 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 على المركز الاول، بن يريو، بن يريو الحمين، وبن يريو هذه مزعلة. لا والله ان اليوم اللي فرحتهم، اللي فرحتهم وصلت السلام الى مالك، الى مالك. مزعلة، مزعلة على المركز الاول، مزعلة حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. وسلام يا الفقع، سلام، صباح الخير يا هالي الفقعة، صباحكم مع مزعلة متميز دائما. تهانينا والناموس لبن يريو. المركز الثاني، المركز الثاني غازية لسعادة المركز الثاني مطر بن سعيد بن عبد الحميري. المركز الثالث مع بالأسود العمري. المركز الخامس شعار بن حماد الكتبي مع شوشرة. والمركز الرابع، المركز الخامس كان الدخول جماعي مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول لحظات التقدم من مزعلة في اللحظة الأخيرة. مزعلة حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. سلام يا الفقع، سلام، مشكور يا أبو سعيد على هذه الانطلاقات والتحديات. انتاج متميز فاخر، 7:36 واربع اجزاء من الثاني. المركز الثاني، المركز الثاني نتابعها مع التوقيت. هذه غازية 7:38 ست اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثالث نتابع 7:39 جزئين من الثانية اللي وصلتنا. المركز الثالث ظن لسهيل بن سليم بالأسود العامري. تهانينا والناموس للجميع. شاهدينا